مصر منورة بأهلها في مصر وفي أمريكا طول الوقت. الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية نظموا وقفة احتفائية ترحيبية أمام مقر إقامة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في واشنطن، بيرحبوا بالرئيس. تعالوا نشوف. كما غنى فريد الأطرش جميل جمال ملوش مثال، صدق اللي قال ولا في الخيال. المصريين دول ولا في الخيال.